جدا وعظيمة، وأعتقد ده بيكون أعظم تكريم، حب الناس أكتر من أي حاجة تانية يعني. يعني دي ثروتي الحقيقية اللي مخلياني أعتبر نفسي من أغنى الأغنياء، لأني الحمد لله ربنا يعني من علي وأنعم علي بهذه النعمة الكبيرة وهي حب الناس. ده شيء فعلا لا يقدر بثمن يعني. ربنا يديمها عليك دايما محبة الناس. ممكن نقفز من مسرح الجامعة لمسرح الطليعة للأعمال الفنية حقيقة الكثيرة، يعني أعمال لا تعد ولا تحصى ما بين تحصى. طيب ماشي، استغفر الله العظيم، يعني ما دخلناش في منطقة غلط. قصدي ان ما مش كتيرة قوي لدرجة عدم الإحصاء، لا يعني اكتر 250. لا ممكن طيب. يعني عصرك طيب. كان العصر يعني الذهبي يعني عطلنا اهو، احنا مش عايزين اعتراض، طيب اتفضل. ماشي. اعمال فنية لا تعد ولا تحصى. طيب اوكي. احنا بنحييك طبعا في كل طبعا في دراما، في التلفزيون، في المسرح، في السينما، في الاذاعة، وهي تنويعة جميلة ما بين يعني قضايا اجتماعية وتاريخية ودينية. هل ممكن نقول ان في عمل معين لما احمد عبد العزيز بيقعد مع نفسه بيقول انا اكتفيت بهذا العمل، ولا كلهم اولادك زي ما بنسمع دايما في معظم اللقاءات الفنيه؟ يعني هل في عمل بعينه بتتوقف عنه كتير وبتحس ان هو قريب من قلبك؟ ما فيش شك يعني في اكتر من عمل. انا مش هقول لك بقى هم ديوتي 250، هناخد منهم مثلا 6-7 كده يعني، او هم 10 اعمال انا حطيتهم في يعني في الجولدن ليست بالنسبه لي، قائمة ذهبية كده فيها أعمال كتيرة حلوة، فيها المال والبنون، وفيها ذئاب الجبل، وفيها مجدي أبو عميرة اللي مشرفنا ومنورنا وبنحييه طبعا هاخد منك كل الكلام طبعا، لازم أسمعه ولازم أسمعه. هادي بقى هادي معنا مجدي أبو عميرة، كل التحية والتقدير ليه، مخرج مبدع ومتميز مايسترو يعني على أعلى مستوى، ذئاب الجبل والمال والبنون، وممكن تكمل كلامك لو عايز. طيب أنا يعني طبعا كنت هنتهز الفرصة علشان أحيي الأستاذ مجدي أبو عميرة، يعني واحد من أجمل وأحسن المخرجين اللي أنا اشتغلت معاهم، وأنا الحمد لله اشتغلت مع مخرجين كلهم كبار. فأنا بحيي الأستاذ مجدي وبشكره جدا جدا على أنه يجي، الملك ملك ملك الدراما وملك الإخراج في التلفزيون المصري لسنوات طويلة جدا، وملك القلوب أيضا، ومن حسن حظي أني اشتغلت معاه أكتر من عمل، فمنهم عملين زي ما قلت في الليستة الذهبية بالنسبة لي، ذئاب الجبل والمال والبنون. ايضا احيي الاستاذ المخرج الفنان الكبير الاستاذ هاني لاشين، اللي تشرف زي ما هو ذكر في الفيلم يعني، وافلج صدري، ويعني الحقيقة يعني مش عارف اقول ايه، على راسي يا استاذ والله. كل التحية طبعا المخرج الكبير هاني لاشين. عملت مع الأستاذ هاني واحد برضو من الشخصيات اللي أنا بحبها جدا في مسلسل من المسلسلات الجميلة اللي الناس حبتها، وهو مسلسل البحار موندي، وده أيضا في الليستة. في مسلسل تاني أيضا أنا أعتز بيه جدا، وهو مسلسل سوء العصر، تأليف الأستاذ محمد جلال عبد القوي، وهو أحد أكبر وأهم كتاب الدراما التلفزيونية في تاريخ الدراما التلفزيونية في مصر، محمد جلال عبد القوي. وكان إخراج الأستاذ المخرج الفنان الراحل هاني إسماعيل، رحل مؤخرا هاني إسماعيل، كان فنان جميل. طبعا كلكم شفتوا الفيلم وتعليق سماح أنور، ما هو سماح دي الواحد لا يمكن ينفد منها أبدا ولا من لسانها،
استحالة يعني طول عمرها كده، ايه اللي هيغيرها دلوقتي؟ وطبعا معاه الاستاذ اشرف ابو النجا مخرج الفيلم برضو، يعني ما اعرفش انا وقعت فريسة لعصابة من عصابة من الفنانين ماشي صح ولا لا؟ بس او مش حاجه لطيفه، بس لاننا مقيدين بالوقت ممكن اقول لحضرتك كم عنوان ومتعقب عليه كمان بشكل سريع فيما يتعلق بتجربتك السينمائيه الاولى مع يوسف شاهين. طبعا هو مخرج عبقري واستثنائي بطبيعه الاحوال، تكلمنا عن التجربه دي ونتكلم كمان عن شادي عبد السلام وان هو رشحك لدور اخناتون ولكن القدر لم يمهله، والقدر في المقابل اعطاك فرصه ان انت تقدم اخناتون في مسلسل لا اله الا الله. طبعا. هو سؤال مركب يعني، ممكن نضيف جزء ثالث ولا نكتفي بالجزئين دول؟ لا اضيفي جزء ثالث، انا هجاوب في اربع كلمات. لا يعني عموما لا خلاص يبقى نكتفي بالجزئين دول. يعني هو فيما يخص ان انا عملت شخصيه الشيخ بكر في فيلم وداعا بونابرت أديو بونابرت إخراج الأستاذ الفنان الكبير يوسف شاهين. أنا عايز أقول لك بقى يا أمل حاجة مهمة، يعني أنا زي ما قلت لك طول عمري بمثل وكده، وطول عمري عندي حلم يقظة إنه وأنا بمثل على المسرح هيجي يوسف شاهين يتفرج ويعجب بيا ويديني دور، وقد حدث هذا بالضبط. دي مسألة يعني ايه تخلينا نروح لسكة ان لو عايز تحقق حاجة احلم بيها. اليقين بالشيء يا استاذ. بالضبط. يعني لو عندك امل في شيء وامل قوي وانت عارف ان هو من حقك او كذا، كل ما تحلم بيه هيتحقق في الواقع فعلا. ففعلا جه يوسف شاهين في عرض مسرحي كنا عاملينه في مسرح الطبيعه، مسرحيه اسمها المسافر ظهرا اخراج الاستاذ سمير العصفوري، واتفرج وقال لي كويس ابقى شوف لنا صور علشان نشوف لك فسفوسه في الفيلم. فقلت له فسفوسه في فيلم يوسف شاهين يعني بطوله مطلقه. وعملت معاه فيلم وداعا بونابرت وانتهزت الفرصه انه اشتغل معاه كممثل وانزل مع الكرو بتاع الاخراج اساعدهم، لانه كان عمل تاريخي وعمل كبير وضخم وانتاج مصري فرنسي مشترك وكذا. وانا يعني حته المخرج برضو اللي موجوده عايز اتعلم يعني. بالنسبه لاخناتون، الاستاذ شادي عبد السلام كان بيتفرج على العرض الخاص بتاع الطوق والاسوره وكان عجز قوي ويبدو انه كان تعبان، فكان يعني منحني انحناء شديدة كده على عصاي. ولما خلصنا وشافني انا شفته واقف بعيد، فرحت علشان اسلم عليه يعني. فعمل لي كده. قلت له لا يا استاذ انا متشال مني مشاهد كتير ويعني بتاع، وكان متشال من الدور فعلا يجي 8 شطات منهم حاجات مهمة. قال لي، قلت له يا استاذ بس بتاع فقعد يعمل لي كده. قلت له انت نورت جدا ويعني شكرا على حضورك وكذا وخلاص. بالليل ساعة واحدة ليلا كده كلمني الله يرحمه الفنان والصديق رضوان الكاشف، قال لي مبروك يا احمد الاستاذ شادي رشحك في اخناتون. وكان رضوان مساعد مخرج مع يوسف شاهين ومساعد وهيساعد
شادي عبد السلام. وانا بالمناسبه عملت له مشروع التخرج بتاعه بتاع رضوان في معهد سينما. فمبروك شادي رشحك في اخناتون، انا اتبسطت جدا طبعا لان انا كمان بحب شخصيه اخناتون. الى ان توفى الاستاذ شادي عبد السلام بعد يمكن 3 شهور من هذه الواقعه، ولقيت الاستاذ ممدوح مراد رحمه الله عليه بيكلمني في التليفون بيقول لي انا ممدوح مراد مخرج في التلفزيون، تعمل معايا اخناتون؟ قلت له زي بعضه نعمله على الشاشه الصغيره. قال لي ايه؟ قلت له لا حابب اقول لك يعني لما اشوفك. قلت نعمله على الشاشه الصغيره اللي هي التلفزيون يعني بعد ما كنا نعمله في السينما وبتاع. وفعلا اشتغلت مع الاستاذ ممدوح مراد في مسلسل لا اله الا الله الجزء الثالث شخصيه اخناتون. طبعا لو اذكر بس عدد الفنانين اللي كانوا موجودين في العمل وكلهم بقى قامات كبيره وانا عيل صغير بقى وكده وشايف كل الدنيا دي، عبد الله غيث وحمدي غيث وكتير كتير كتير يعني. و وممدوح كان مخرج جميل. فعملت اخناتون والحمد لله نجح جدا، وعمل حاجة مهمة انه الناس ما كانتش بتحب المسلسل اللي باللغة العربية.